élèves de deuxième année avec vous, Madame Maï, école pour Québec continue deuxième semestre par un été 4 les repas. هنتكلم الترم ده هنبدأ بالوجبة اللي هي الوجبات، وهنعرف كل وجبة ايه اللي احنا بناكله وايه المفروض ناكله وايه المفروض نشربه في كل وجبة فيهم. بيقول لي هنا لي روبا إليا تروا روبا بار جور، يعني في 3 وجبات بناكلها في اليوم، المفروض يعني ان احنا ناكل 3 وجبات في اليوم. إليا تروا روبا بار جور، ايه هما 3 وجبات؟ لو بوتي ديجوني اللي هو الفطور، لو ديجوني اللي هي الغداء، لو ديني اللي هي العشاء. يبقى تاني نقول مع بعض، لو بوتي ديجوني، لو ديجوني، لو ديني، لو بوتي ديجوني، لو ديجوني، لو ديني. طيب في البوتي ديجوني دي بقى احنا بناكل ايه؟ او بوتي ديجوني جو مانج، احنا المفروض ناكل ايه؟ دو كرواسون، دو كرواسون، طبعا باينة من الصورة. دو بان، دو بان، دو بان اللي هو الخبز العيش يا ولاد، يبقى دو كرواسون دو بان. ايه كمان ممكن ناكله في الفطار؟ دي جبنة، دو فروماج، دو فروماج، دو لا كونفيتور، دو لا كونفيتور. يبقى دو فروماج دو لا كونفيتور. طيب او بوتي ديجوني جو كوا، ايه الحاجات اللي ممكن نشربها في البوتي ديجوني؟ طبعا ده واضح ان هو ايه، شاي ولبن. دو تي، دو تي شاي يعني، دو تي، دو تي لبن يعني دو لي، دو لي. يبقى au petit déjeuner je crois du thé du lait. ممكن نشرب ايه كمان؟ ممكن نشرب du café au lait اللي هو شاي بلبن، اللي هو du thé اللي هو الشاي لسه قايلينها، du lait اللي هي اللبن، يبقى du thé au lait على بعضها تبقى شاي بلبن. دي قهوة، du café، دو كافي. يبقى تاني هنا نعمل كده سمري صغير للدرس ككل. احنا النهارده هناخد الجزء الاولاني في الغبا اللي هو البيتي ديجوني اللي هو الفطار. احنا قلنا في الفطار احنا بناكل كرواسون، دو بان، دو فروماج، دو لا كونفيتور. ممكن نشرب ايه؟ ممكن نشرب دو تي دو لي او دو تي او لي، دو كافي.